السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تحليل البيتكوين اليوم. نحن اليوم 14 يوليو 2021، وسأقوم بتحليل البيتكوين اليومي كما تعودنا. ولكن قبل البدء أتمنى منكم الاشتراك في قناة تليجرام المجانية، بها نضع عروضنا، وهنا آخر عرض هو عرض دورتين بثمن دورة واحدة، يمكنكم رؤيته. سأضع لكم الرابط أسفل في التعليقات. لا تنسوا أن تقوم بتحميل الكتب التداول لتعلم تداول الموجودة في الموقع beprowavetrader.com beprowavetrader.com. حملوا هذه الكتب فهي مجانية، تضغط عليه الآن مجانا، تضع إيميلك الخاص ويكون إيميلا شغالا وتحصل على الكتب إن شاء الله. طيب، التداول مهنة خطيرة، يمكنكم أن تخسروا أموالكم. كل ما نقدمه في هذه القناة هو تعليمي وتثقيفي 100%، لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية. من ضغط على زر الشراء والبيع فهو المسؤول مسؤولية تامة. البيتكوين، تتذكرون ما قلنا أمس؟ قلنا أننا نتوقع أن البيتكوين سيكسر هذا الخط الأزرق، وبالفعل هذا الذي وقع. لماذا؟ لأنه بالنسبة لي أتوقع أن قد يكون هذا هو التصحيح الآن، هذه الموجة التصحيحية. وإذا كان الأمر كذلك، أريد نقصا في زخم هذه الموجة ثم نطاقا، وبعد ذلك أبحث عن الشراء فقط إلى كسر هذه القمة، فقط إلى كسر هذه القمة، لأن بعدها هناك احتمال كبير أن تعود هذه الحركة إلى هنا. في حالة ما إذا كان هذا إكسباندين، وأنا لا أتوقع أن يكون هذا إكسباندين، فقد تعود وتكسر القاع مباشرة. هناك احتمالين، إما إذا كان هذا إكسباندين فلات فهذه الموجة 1 2 3 مكتملة، بالتالي سيكون هناك فقط صعود للكسر ثم النزول. إذا كان هذا ليس إكسباندين، وأنا أتوقع أن هذه الاحتمالية الفرضية الثانية هي الأكثر احتمالا، سأتوقع نزولا إلى هذه المنطقة، ثم بعد ذلك نبحث عن الشراء إلى هذه المنطقة فقط. هذا ما لدينا لحد ساعة في البيتكوين. نحن في تصحيحات، فقط تصحيحات. طيب، كيف سأتصرف الآن مع البيتكوين لنرى هل هناك نقص في زخم آخر موجة؟ لأنه قد تتغير البنية، ما تتغير بنية البيتكوين. لاحظوا معي، لأنه مهم جدا أن تفهموا هذه الأمور. قلنا أن هناك احتمال أن يكون هذا هو الموجة التصحيحية، وهذا هو الذي سيفك لنا لغز هذه الموجة، أو قد يكون، لاحظوا قوة التحليل الموجي، قد يكون هذا نموذج وتكون هذه أول موجة، ومن هنا ينزل البيتكوين يكسر القاع. كيف سأعرف ذلك؟ هو عندما ينزل بعض الشيء ثم يعطيني نطاقا كبيرا هنا. إذا أعطاني نطاقا كبيرا هنا وتم كسره، فهذا يعني أن البيتكوين ذاهب لكسر القاع. ما دام لم يعطيني هذا الأمر، فأنا دائما أتوقع أن هناك صعود لكسر القمة. تلاحظون هناك عدة احتمالات، ولكن ستقول لي أوكي، لديك عدة احتمالات، إذن أنت تقول لنا أن هناك احتمال أول واحتمال ثاني، بالتالي ما فائدة هذا التحليل، والتحليل ليس لدي أي فائدة وكذا. إذا قلت هذا الأمر فأظنك لا تفهم شيئا. أخي الكريم، أنا لدي احتمالات في دماغي، وأعرف كيف أتداول كل احتمال. الاحتمال الذي يقع أمامي عندما يقع سأعرف كيف أتداوله، وهذا هو المهم في التحليل الفني، لأنني لا أريد أن أتوقع ما الذي سيحدث في المستقبل. أوكي، أستطيع توقع ذلك، ولكن أتوقعه بشرط أن يحدث ما أريد أن أراه للتداول، لأدخل في الصفقة. يعني نحن قلنا أنه نتوقع أن ينزل السعر لهذه المنطقة، وقلنا أنه يمكننا البيع من هذه المنطقة، تتذكرون؟ أوكي، بعنا، نزل السعر، وصل لهذه المنطقة، جميل جدا. طيب الآن قلت أريد أن أرى نقص، لاحظوا لدي شروط واضحة، نقص في زخم هذه الموجة، ثم نطاق وكسر هذا النطاق بقوة. لاحظوا كسر النطاق بقوة، لدي شروط أصدقائي، بعد ذلك يمكنني الدخول. هذا يقول أن البيج بوي دخل هنا استفاق. أما تخيلوا معي، لدي نطاق ثم فجأة عوض أن يكسر إلى الأعلى كسر إلى الأسفل بقوة، هل أنا دخلت في صفقة شراء؟ لا، لم أدخل في صفقة شراء. تلاحظون، بالتالي
تحليلي واستراتيجيتي تحميني من الدخول في صفقات سيئة. أنا قلت ولدي شروط واضحة، وإذا لم تكن لديك استراتيجية عليك التعلم، عليك الدخول في دورات تدريبية، وسأضع لك الرابط إن أردت فعلا أن تحترف التداول. لدينا أفضل دورتين في العالم العربي للتداول، وهذا بشهادة الذين استفادوا من الدورات، ليس كلامي أنا، لأنه ستقول لي أنت تقول عن نفسك أنك دورات أفضل دورات، نعم، لأن الكل يتحدث عن ذلك، ليس أنا. طيب، الآن كما قلت أريد أن أرى نقصا في زخم هاته الموجة، لنرى. أتى بالفريم 15 دقيقة، أريد أن أرى موجاتي أين هي. إذن آخر موجتين، هاتي الموجة أوب. وهذه الموجة، أين هي الموجة؟ هنا، هكذا، هنا، هناك تناقص في الزخم أم تزايد في الزخم؟ تزايد في الزخم، لا أستطيع أن أشتري. أريد أن أرى نطاق، لاحظوا ما الذي أريد أن أرى. أريد أن أرى نطاقا كبيرا، أريد أن أرى كسرا كاذبا، لاحظوا كسر كاذب لهذا النطاق. كيف سأعرف أنه كاذب؟ عندما يكسر سيرجع بقوة، وعندما يعود إلى هنا إلى هذا النطاق أريد أن يكسر هذا النطاق، لاحظوا أريد أن يكسر هذا النطاق، ثم pull back وأبحث عن الدخول هنا في فريم أقل، مثلا 5 دقائق. أريد أن أرى نطاق على فريم 5 دقائق، كسر بقوة، وهنا أبحث عن الدخول. أريد أن أرى أمورا مضبوطة، لن أدخل في الصفقة إذا لم أرى أمورا مضبوطة. أصدقائي تلاحظون عندما رأيت بنية هذه الموجة الأخيرة عرفت ما الذي أريد أن أرى. إذا لم أرى هذا الشيء لن أدخل في الصفقة. بالتالي لا يأتي شخص ويقول لي أنت قلت كذا كذا كذا، ولكن البيتكوين نزل. نعم نزل، ولكن هل حقق، هل أعطاك هذه الأمور ودخلت في الصفقة ثم بعد ذلك نزل؟ إذا كان هذا هو الأمر نعم خسرنا في الصفقة، لا مشكلة، نتقبل الأمر. ولكن إذا لم تحدث هذه الشروط التي لدي، لأن لدي استراتيجية واضحة، لن أدخل في الصفقة. إذا نزل البيتكوين ليس من شأني الآن، ليس من شأني، لأنني أصلا أنا أبحث عن الشراء، لا أبحث عن البيع، لا أريد البيع، لأن حتى البيتكوين لو نزل سينزل فقط لكسر هذا القاف فقط، يعني ليس لدينا كثيرا للربح. بينما الشراء قد نشتري وقد لا يتوقف السعر هنا، قد يصعد أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، لأن البيتكوين كما قلنا أتوقع دائما، لا تنسوا تحليلات الفريم اليومي، أتوقع دائما أن يكون هناك صعود، فقط هذا الصعود سيكون تصحيحيا. تلاحظون بالتالي أنا أعطيتكم خريطة طريق البيتكوين لحد الساعة، ونحن نراقبه شيئا فشيئا. إذا الآن كما قلنا توقعنا أن يتم كسر هذا القاع وتم كسره، الآن توقعنا إذا كان هناك نطاق في هذه المنطقة كبير زايد كسر بقوة، لاحظوا نطاق كبير زايد فيك أوت اختراق كاذب ثم رجوع، ثم بعد ذلك إذا على هذه المنطقة قد أبحث عن الشراء على فريم 5 دقائق انطلاقا من نطاق زايد كسر بقوة، يجب أن تكون لديك استراتيجية، يجب أن تكون لديك استراتيجية لتداول النطاق. من ليست لديه استراتيجية أصدقائي، أتمنى منكم أن تستغلوا عرض دورتين بثمن دورة واحدة، قريبا سينتهي، دورتين بثمن دورة واحدة، راسلوني على هذا الرابط في التليجرام. قلت أريد أن يتم الكسر pull back ونبحث عن الشراء من هذا النطاق انطلاقا من استراتيجية، ولكن الهدف يكون فقط كسر 36,000 وست بها. هناك الكثير من الأخوة يريدون مني أرقاما، كيف سأعرف رقم دخولي؟ كن ذكيا، كيف سأعرف أن هذه هي منطقة دخولي بالضبط وأنا لا أعرف ما الذي سيقع في هذه البنية خلال يومين؟ يجب أن أرى هذه الأمور، نطاق كسر اختراق كاذب ثم صعود ثم pull back، أنا لا أعرف أين سيكتمل هذا pull back. كيف سأعطيك رقم؟ كيف لي أن أعطيك رقم؟ يعني أولئك الذين يعني ينصبون عليكم بإعطائكم أرقاما، هذو فقط يستعملون دعوم مقاومات، يستعملون لا أدري مناطق عرض وطرف فقط، لا الدعم والمقاومة، كل من يستعمل الدعم والمقاومة يخسر أمواله. 95% من المتداول، يجب أن تعرفوا نسبة مهمة،
95% من المتداولين يخسرون أموالهم يوميا، فقط 5% هم من يربحون، 5% من يربحون. هذه إحصائية عالمية. طيب إذا سألتك كم نسبة الذين يستعملون الدعوم المقاومات؟ كثير من المتداولين، بالتالي هم داخلون في هذه النسبة. لماذا أنا أريد أن أستعمل شيئا أصلا معروف أنه خاسر؟ ترى يا أصدقائي أرجوكم كونوا أذكياء بعض الشيء، لا تكونوا يعني بلداء، كونوا أذكياء. أنا أريدكم أن تكونوا أذكياء. لا يمكنني أن أعطيك رقما إلا إذا اكتملت لدي الشروط، لحد الساعة ليست لدي الشروط. أوكي، هذا تحليل البيتكوين اليوم، أتمنى أنكم تستفيدون. اشتركوا في دوراتنا التدريبية، ستستفيدون، ستصبحون متداولين محترفون إن شاء الله في المستقبل. كذلك لا تنسوا أن تشتركوا في قناة اليوتيوب، يعني ضعوا تعليقاتكم، ضعوا آراءكم، ولا تنسوا أن العلم يعرف الكذب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.